السلام عليكم أحبتي وأصدقاء متابعي قناتي الأعزاء، أتمنى تكونون بخير وصحة وعافية، وجيناكم بآخر أخبار الكرة العراقية. لكن كالعادة لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يصلكم كل جديد. رأيكم يهم ندخل بصندوق التعليقات، لا تنسون المهم الضغط اللايك وشير الفيديو. يلا نبدأ الفيديو، والصلاة على محمد وآل محمد. في تصريح لرئيس الاتحاد العراقي كابتن عدنان درجان عن مدرب منتخبنا الوطني، حيث قال ان خيسوس كاساس هو مدرب يمتاز بفكر التدريب عالي جدا، يسير بخطى مستمرة ويخطط بعمل ثابت وجهد متواصل دون ملل او كلل. اتفقنا مع المدرب كاساس على وضع خطة للفترة المقبلة بعد كاس اسيا، حيث وجدنا خطة لتنظيم مباريات ودية كبيرة لمنتخبنا الوطني على ان تقام في الارض العراقية. نخطط كذلك بأن يكون منتخب العراق خلال عام 2025 هو من أفضل المنتخبات الأربعة في آسيا. مصادر تؤكد أن في نية الاتحاد تفعيل تجديد العقد التلقائي مع مدرب منتخبنا الوطني الإسباني خيسوس كاساس، وفق العقد المبرم بين الطرفين والذي يستمر لأربع سنوات. وأفادت هذه المصادر بأن الاتحاد قد قدم طلبا إلى دولة رئيس الوزراء لغرض توفير أموال كافية لتغطية النفقات المتبقية من العقد الكادر التدريبي الإسباني لمنتخبنا الوطني. موضوع التمويل الآن ما زال قيد التداول ولم يصدر أي قرار بشأنه، ومن المتوقع أن يصدر في جلسة مجلس الوزراء قرارا بهذا الصدد في الجلسة المقبلة، وإن شاء الله يتم التجديد للإسباني خيسوس كاساس للاستقرار الفني لمنتخبنا الوطني واحنا على ابواب بطولة كاس اسيا. اما عن مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة الاردن الدولية الودية الرباعية اللي باقي اقل من 5 ايام على انطلاقها، وبالضبط مباراتنا امام قطر في هذه البطولة، كاساس يستعد لتقديم اوراق جديدة وفكر جديد في هذه البطولة. أبرز أوراق الجديدة التي ستكون مع منتخبنا الوطني في هذه البطولة هم كل من دانيالو السعيد وعلي حيدر. ومن جانب آخر، وصول وفد منتخبنا الوطني إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث وصل مساء هذا اليوم الأحد لغرض المشاركة في بطولة الأردن الدولية التي ستنطلق من 11 لغاية 17 من هذا الشهر. هذا وسيأخذ منتخبنا الوطني أولى مبارياته أمام منتخب قطر يوم 13 من هذا الشهر. الغاية المشاركة في هذه البطولة هو الاستعداد لبطولة كأس آسيا أو التصفيات المزدوجة التي ستنطلق قبل كأس آسيا. نتمنى بالتوفيق لأسود الرافدين في هذه الاستحقاقات القادمة. هذا من المتوقع أن يلتحق غدا لاعبي منتخبنا الوطني المحترفين في أوروبا لغرض المشاركة مع أسود الرافدين في مباريات بطولة الأردن اللي راح تنطلق يوم 13. اللاعبين المزمع وصولهم كل من قلب دفاع ماسيس أرتين المحترف في هولندا، ومن إنجلترا كل من علي حيدر محترف ستوك سيتي وعلي الحمادي محترف ويمبلدون، أما من فرنسا الارتكاز أحمد علي، ومن البرتغال سيحضر لاعبنا أسامة رشيد. من النرويج الجناح القادم بقوة لمنتخبنا الوطني دانيال السعيد، ومن السويد المدافع ريبين سولاقع وأمير العماري، ومن التشيك الظهير الأيسر أو المدافع الأيسر ميرخاز دوسكي. تمنياتنا لهم بسلامة الوصول والالتحاق بصفوف منتخبنا الوطني. ومن جانب آخر، صرح مدرب منتخب قطر البرتغالي كارلوس كيروش قائلا: نحن جاهزين لمواجهة منتخب العراق، وبنظري سوف تكون مباراة قوية والكل يريد الفوز، إن شاء الله احنا الفائزين يا كيروش. يبدو أن مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس لا زال لديه تطلعات كبيرة بضم لاعبين جدد، ولا يزال البحث عن لاعبين ذو الأصول العراقية في الدوريات العالمية، حيث صرح قائلا: خيسوس كاساس لقد تواصلت مع العديد من اللاعبين ذو الأصول العراقية والذين يمثلون منتخبات أخرى وهم موافقون على تمثيل منتخب العراق. قسما من هؤلاء اللاعبين قرر تحديد مستقبلهم بالانضمام صفوف منتخبنا الوطني بعد سنتين من الآن. من أهم هذه المواهب اللي تطلع إليه كاساس بقوة هو لاعب نادي برشلونة نوح درويش، الموهبة الكبيرة والتي نتمنى
أن يكون ضمن صفوف منتخبنا الوطني للاستحقاقات القادمة إن شاء الله. هذا وقد أفادت مصادر بأن مدرب منتخبنا الوطني سوف يواصل أسلوب الضغط العالي والاستحواذ أمام منتخب قطر. المتوقع أن تنطلق صباح غد التدريبات الفعلية تطبيق كل الخطط بعد وصول جميع اللاعبين المحترفين، وإن بطولة الأردن ستكون الهدف الرئيسي لجميع المنتخبات المشاركة، ولقد أتينا من أجل الفوز بها وأحرز تقدم كبير بالتصنيف العالمي. هذا نص ما قاله مدرب منتخبنا الوطني كاساس. شنو رأيكم بكلام كاساس؟ وانتظر رأيكم صندوق التعليقات. أما عن دورينا المحترفين، عدنان درجال لا زال يعمل بجد ونشاط، وصارت تؤكد عن لسان عدنان درجال بأن هناك شركة عالمية سوف تقوم برعاية دور المحترفين للموسم 2023-24. نتمنى أن تكون شركات رصينة ترفع من قيمة دور المحترفين العراقي إن شاء الله. أما عن الوافد الجديد إلى صفوف منتخبنا الوطني، المحترف في دوري الدرجة الثانية في فرنسا أحمد علي، حيث قال: فخور جدا بتمثيل منتخب العراق، لقد جاء الوقت لخدمة منتخبنا وإنه لحلم كبير. إن الكثير من المشجعين في فرنسا قدموا لي الدعم بعد أن تمت دعوتي لصفوف السود الرافدين. منتخبنا العراقي كبير في آسيا وأنا جاهز جدا الآن، وأريد أن أضمع بصماتي الأولى في أول مباراة لي إن شاء الله. أما عن منتخبنا الأولمبي اللي غادرنا إلى المملكة المغربية لغرض خوض مباراتين وديتين ضمن الإطار الودي التي ستقام ضمن أيام الفيفا داي أمام كل من منتخبي المغرب والدومينيكان. المباراة الأولى ستكون أمام منتخب المغرب، حيث سيخوضها كتيبة راضش نيشل يوم 11/10 المقبل، أي قبل مباراة منتخبنا الوطني بيوم. المباراة الثانية يوم 14/10 المقبل أمام الدومينيكان. نتمنى التوفيق لأولمبينا وأبناء الكابتن راضش ناشيل في هاتين المباراتين. أما عن مباراة محترفين اليوم أمس، حيث خاض مايسترو خط الوسط الابن سمير العماري مع نادي هالمستد مباراة أمام نادي ديغريبوش ضد نادي باشنج عبدالله بيتر غورغيس. البرنس العماري شارك أساسيا طوال المباراة، بينما اللاعب باشق عبدالله اشترك بديلة عند الدقيقة 76 في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الناديين ضمن مباراة الدوري السويدي الممتاز لكرة القدم. أما عن قلب دفاع منتخبنا الوطني اللي يحترف في الدوري الهولندي الدرجة الثانية ماسي سارتين، اللي شارك مباراة كاملة مع فريق سبايس كابونش والتي انتهت بفوز فريق ماسيس بهدف مقابل لا شيء، وكان رجل المباراة لاعبنا ماسيس أرتين. أما عن نجمنا القادم بقوة علي الحمادي اللي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، شارك طوال المباراة مع فريق ويمبلدون والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. أما عن المدافع الأيسر ميرخاز دوسكي اللي شارك أساسيا وأكبر مباراة أمام نادي تيبليستي والتي انتهت بفوز رفقاء ميرخاس لافوتسكو بهدفين مقابل لا شيء ضمن مباراة الدوري التشيكي الممتاز في كرة القدم. أما عن لاعبنا المحترف في الدوري السويدي وبالذات مع نادي الفاسبورغ أحمد قاسم اللي انتزع صدارة الدوري السويدي برفقة زملائه بالنادي، حيث استطاع الفوز على نادي بورمايكا 3 أهداف نظيفة وبمشاركة اللاعب العراقي أحمد قاسم لـ40 دقيقة من الشوط الثاني ضمن مباراة الجولة 26 من الدوري السويدي الممتاز لكرة القدم. أما عن محترفنا في الدوري الألماني بوندسليغا 2 يوسف الأمين اللي شارك لمدة 51 دقيقة مع نادي إيتريخت بروشفينغ في المباراة التي خسر رفقاء يوسف أمين أمام بودربون بـ3 أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباراة الجولة 9 الدوري الألماني البوندسليغا 2. أما عن نجمنا المخضرم المحترف في نادي شارلوت جاستن ميرام اللي حافظ على حظوظه بالتأهل لنهاية الدوري الأمريكي بعد الفوز على نادي شيكاغو بهدفين نظيفين وبمشاركة لاعبنا جاستن ميرام لمدة 27 دقيقة من الشوط الثاني. نادي شارلوت الآن سوف يواجه أنتر ميامي اللي احترف له ميسي مرتين في آخر جولتين من مرحلة الدوري الأمريكي الممتاز لكرة القدم.
أما عن محترفينا في الدوري الإيراني، ولاعبنا المهاجم علاء عباس اللي خاض مباراة مع نادي نساجي مازندران أساسيا حتى الدقيقة 62 في المواجهة التي خسرها رفقاء علاء عباس أمام مالوان بهدف وحيد ضمن مباراة جولة 7 الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم. وقبل السفر إلى صفوف منتخبنا الوطني، المحترف القادم دانييلو سعيد شارك أساسيا مع نادي هنرويجي سانت فيور لغاية دقيقة 79 مباراة، والتي خسر رفقاء دانييلو بهدف مقابل لا شيء أمام نادي حامكمام ضمن مباريات الجولة 24 للدوري النرويجي الممتاز لكرة القدم. وقبل العودة إلى صفوف منتخبنا الوطني، بشار سن شارك لمدة 34 دقيقة من الشوط الثاني مع نادي قطر القطري في المباراة اللي انتهت بالخسارة أمام نادي أم صلال بثلاثة أهداف دون رد،